انا اسمي شيماء عبد العليم النوبي، شهرتي شيماء النوبي، مصنفه او مفهله دينيه في مصر العربي. حبيت الانشاد الديني بدايه من اذاعه القران الكريم. كنت بحب قوي ان انا ابحث واقرا كتير، وبعدين درست علم نغم ومقامات موسيقيه دراسه حره، ودلوقتي بعمل دكتوراه في الفن الشعبي، ودايما بحب اطور. طورت شويه في الانشاد، طورت شويه في الابتهال، طورت شويه في الكلور، بس طبعا السيره الهلاليه ما طورتش فيها، لان هي يعني هي طعمها كده. بدات الانشاد دي من عندي 6 سنين، لما ابتديت ان انا اقلد الشيوخ في اللي كنت بسمعهم في اذاعه القران الكريم، واقرا قران. وبعد كده بقى طبعا في الاجازه زي اي بيت مصري كنت بروح اللي هو كان زمان بيقال عليه الكتاب، اللي هو من بعد صلاه العصر كده بنبقى في المسجد، وكنا بنقرا القران الكريم وبنرتل وبنحفظ اناشيد وكده. وبعد كده شويه شويه تترات المسلسلات، شويه شويه بقيت بقى اسمع اكتر التهليل وانشاد ذكر وحاجات كتير. يعني فن الابتهال ده فن مهم جدا. الابتهالات الدينيه هي مناجاة الى الله، والمدرسه مدرسه الابتهال اللي احنا متربيين عليها هي المدرسه اللي بتبقى انت وروحك وحنجرتك. فلازم تكون ملم بالمقامات الموسيقيه وعلم النغم والابتجال الموسيقي، ولازم تكون حاسس اللي انت بتقوله علشان يوصل للناس. غير كده مفيش حاجه تانيه معاك تساعدك ان انت توصل. اختياري الفن الابتهال انا حبا فيه، انا ما كنتش اعرف اصلا ان مفيش حد، يعني انا عرفت فيما بعد لما صنفت ان انا اول مبتهل دينيه في مصر، انا ما كنتش اعرف ان مفيش مبتهلات، لان فعليا كان في مقرئات. فرقتي اجزاء، فرقه الشعبيه وفرقه الشرقيه وفرقه الغربيه، فساعات بدمج كله مع بعضه طبعا ويكون حفله كبيره، وساعات بيبقى في اجزاء لو انا هعمل جزء سيره هلاليه فقط، لو هعمل جزء تجليات في ابتهالات فقط، فممكن يكون معايا 2000، غير ممكن على مسرح يكون معايا 15000، ممكن على مسرح يكون معايا 2000. قدمت حفلات في مصر، وفي مصر مش في القاهره بس، كمان في اكثر من بلد يعني. وقدمت كمان حفلات خارج مصر، كان ابرزهم الاردن والجزائر. اكتر حاجه بتبسطني من على المسرح التفاعل مع الجمهور، بحب اعيشهم حاله تخليهم يبقوا مش عايزين يقوموا، مش عايزين يملوا، يعني يبقوا مبسوطين لحد من اول تراك لحد اخر تراك انا بلعبه. الاسره كان ليها عامل كبير جدا، يعني مامتي كانت على طول معايا في كل وقت، وكان دايما بترشدني. والدي بصراحه واخواتي، يعني لا هما طبعا كلهم كانوا ليهم دعم.